الأسنان. علاجات الأسنان عديدة متنوعة، ومن أكثر العلاجات انتشار هو تقويم الأسنان اللي بيعمل تغيير جذري في شكل الفكين وغالباً بيحسن مظهر الفم. صحيح، وبحسب معطى أصدرته وزارة الصحة تبين أنه 40% من الأطفال العرب بيحتاجوا تقويم أسنان، معطى جداً مهم هذا. لنتعرف أكثر ونعرف تفاصيل أكثر ضيفنا دكتور محمد أبو كياس. صباح الخير لك. أهلا وسهلا فيك. طيب 40%، يعني نسبة منيحة صحيح؟ أكثر أكثر وأكثر. ليش السبب؟ السبب أول شيء خلينا نحكي على التقويم. يلا. التقويم هو عبارة عن علاج فعال للأسنان، هو هدفه أنه يرتب الأسنان ويصحح الأسنان. له كثير فوائد، وبنفس الوقت هو مش كل بني آدم يجي يقول لي بدي أعمل لي تقويم بينفع أنا أعمله. أول شيء الأطفال، نحكي على الأطفال. الأطفال من جيل السن الصح والأكثر شيء الضابط للتقويم هو من جيل 8 لجيل 18 ل 14 آسف. ليش؟ لأنه أسنان الحليب هي بتنتهي من هذا الجيل، من جيل 8 لجيل 12. إحنا ما ينفعش نحط تقويم على أسنان الحليب، هو هيك رح يوقع السن، ما ينفعش. يعني إحنا بنحط دائما على أسنان دائمة. إذا وصلنا لمرحلة إنه يوصل ل 40%، فهذا كثير نسبة إهمال. بدنا نحكي على الإهمال، لأنه إيش بيصير؟ وغالباً إسا بأياماتنا إنه بيجوا كثير أطفال هي من جيل 10 12 عندهم السن الدائم هو يا مسوس يا إنه مكسور ولازم أقلع. طب انت لما تقلع على واحد بهذا العمر وهذا الطحون مش رح تطلع بعدها، خلص هي اخر طحون رح تطلع، فانت مجبور تقول انه صار عنده فقدان اسنان بدك تعمل تقويم. طب تعال اعمل تقويم، مش رح يجي الولد الطفل. هو من يعني خوف من دكاتره الاسنان كثير شائع وكثير في منه. ففقدان الاسنان هي اكثر من الاسباب الرئيسيه من ال 40% هاي انه اللي بيصير معنا. وكثير بصير معنا شيء 40% وراثي. 40% وراثي انه الاسنان بيطلعوا غلط ومش بشكل صح ومش بشكل ترتيب صح. كثير بيسالوني دكتور طب احنا بدنا نعمل تقويم بس بنخاف من التقويم، بيقولوا انه بوجع وبقولوا انه فيه كثير الم. وبنفس الوقت يعني هو حديد، كيف انتوا هيك؟ لا، التقويم هو مش حديد، هو فولاذ، هو مصنع من مواد غير بتصدي مثل تيتانيوم، نحاس، نيكل. هاي الاشياء بتصديش، عشان هيك احنا ملاقبه كثير للتقويم وبينفع عادي تحطه بدون خوف ولا يتخوف. كثير بالجيل بالعمر الكبار بالعمر بيجي بيقولوا لي طب احنا بنفع نحط تقويم اسنان؟ يعني عم بقول لك على جيل 30 5 بينفع؟ فش شيء بينفع. بينفع بس بحالة إنه في أسنان، مش عنده فقدان أسنان أكثر من 3-4 أسنان، ساعتها بينفعش. كثير مهم. بينفع يكون بالفم أسنان مش طبيعية وبالإضافة إنك تساوي تقويم من الأسنان؟ لا لا، لازم كل الأسنان يكونوا طبيعيين. العظم الأساسي، العاجل الأساسي، لازم يكون كلهم طبيعيين. أوكي. وإذا كنا نحط تقويم على مثلا على زراعة ما بينفع، لانه احنا عم نزيح العظم ومنزيح الاسنان من قريب على بعض، ترتيب كله ببعضه. كمان حالي عندنا من اهمال او من الاسباب الشائعه للاطفال هي كمان الحمل، فتره الحمل ما بينفع. فتره الحمل كثير بالذات باول 3 اشهر لجيل لشهر خامس. اوكي. احنا هون ببلش يتكون الجنين، وبالذات الهرمونات والهاي ببلش تكون الاسنان تاعون الاطفال. كيف يطلعوا هيك؟ فالفك امرات بيطلع غلط، الاسنان بتطلع غلط، فالطفل اول ما يطلع بشوفوا انه بجيل 6-7 انه بلش اسنانه يتغيروا. صحيح. فطوال بيقولوا له انه بدك تقويم للطفل. هذا واحد من الاسباب. كثير اسباب عندنا
للحاجه للتقويم. دكتور طبعا يعني قضيه التقويم هي كثير مهمه وعم نحكي عن نسب كبيره اللي هي 40%، وذكرت انه في خوف يعني في الفتره الاخيره انه من الاقبال على التقويم. يعني قديش بنقدر نقول انه التقويم نقدر ناجله، يعني انه نستنى عليه؟ انت ذكرت انه في مرحله حاسبه يعني من جيل 8 لجيل 14 سنه، يعني هي الفتره نقول المثاليه للتوجه للعلاج. لاي مدى بنقدر نقول للناس المتاخرين؟ وذكرت انه بجيل 30 كمان انه ببلش يصير في انه اشكاليه، عمليا وين هي نقدر نقول المنطقه المتوسطه اللي ممكن عن جد الواحد يتدارك فيها اسنانه ومشاكل التقويم؟ هو احسن شيء، احسن شيء وافضل جيل وافضل مرحله هي ما بعد الجيل 14. من جيل 14 لجيل 18. ليه؟ لأنه من جيل 14 لجيل 18 ما بيكون في طوحين زيادة زي طوحين العقل مثلا. فإحنا لما نحط التقويم أول شيء الطفل لما يفوت بجيل المراهقة هو بشوف أنه أكثر شيء نسبي من ناحية مظهر، من ناحية ثقة. صحيح. أنه في كثير عندنا بيكون عنده ضعف شخصية من بس من سبب أسنان. صحيح. كمان مش نفس التطابق الفم، كثير بيؤدي لمشاكل بالأكل، بصير عنده أوجاع كتير. أما جيل ما بعد جيل 18 فهون بتبلش طوحين العقل تطلع. فأنا بنصح كل حدا بعد جيل 18 وبالذات هو كل سنة لازم يروح عند دكتور أسنان، كل 6 شهور يتابع. بس من جيل 18 أهم مرحلة، لأنه في طوحين العقل والكتير غالبا بتطلع بشكل مش ملائم، بشكل خاطئ أفقي بتأخر وبتسبب لكتير أنه تزيح بالأسنان وبتؤدي ل زيحان بالاسنان وغير مرتب بطل. فاذا عملت تقويم من جيل 14 و16 فكوا، فبعد جيل 18 رح يرجع يحط كمان مره كمان دور. اوكي، كيف اي مؤشرات ممكن نشوف كاهل على اولادنا انه او اطفالنا انه بحاجه لتقويم اسنان وانه لازم نتوجه مباشره لزياره الطبيب؟ اول شيء لازم نكشف على الولد، نشوف ترتيب أسنانه. ثاني إشي إذا عم بأكل منيح كل إشي طبيعي، فش عنده أوجاع، في فقد بالأسنان، ألعنا له سن بجيل 8، نروح الدكتور نقول له في سن بجيل 8 ألعنا له إياه. نضل نتابع بالدكاترة مع الدكتور هالأشياء. واللدغة كثير حالي اللدغة كثير بيجوا عندنا، يا دكتور انا بقرط بالحرف، يعني معقول انا فيي ولا بالاسناني؟ اوكي. لا، بكون من الاسنان، لانه الاسنان بكونش غير مرتبه، تطابق الاسنان، اللسان بكونش بمحل صح لما يحكي، فعشان هيك بصير في لدغه وكثير بصير في ضعف شخصيه بهذا الشيء. بتاثر على اللفظ بكثير حروف ولا بحرف الراء ولا وين؟ اكثر شيء بالاس، بالسين. سين. اوكي. سين، شين. هاي اكثر شيء اللي بيعتمدوا على الاسنان، لانه السين والشين اكثر حرفين اللي بيمرقوا بين الاسنان، فراغات الاسنان. فلما يكون عندنا ازدحام بالاسنان وفوق بعض فمش راح يكون في فراغات والهواء يفوت بين الاسنان. بدي احكي على شغله على جيل الكبير اللي هو جيل 30 واطلع، في كثير حالات بيجي بيقولوا لنا وبدهم تقويم، بس دكتور يعني مش ملائم لجيلي اعمل تقويم. في حرج يمكن بهاي المرحله؟ بالنسبه لي اللي بحكي هيك ببلش اقول له، يعني بقول له بكل صراحه انت عندك ضعف شخصيه. لانه كثير حالات بيجينا انه بنحط ب 30 و 40 سنه وبكون كله تمام وفيش حاجه ضعف شخصيه، هو عباره عن شيء مؤقت، علاج مؤقت وبعدها راح تكون نتيجه صح و 100%. المدة الزمنية دكتور محمد، يعني في مرات أشخاص اللي هني يعني بصدر قلقهم هو من الفترة الطويلة اللي ممكن ياخدها التقويم، هل فترات مختلفة؟ في فترات مختلفة، وبالذات إحنا بالأيام نهاية كتير الطب عم بتطور شوي شوي. فزمان كان يحطوا 6 سنين، أمرض 5 سنين، أمرض 4 سنين، اليوم صار الإشي سنتين وسنة وسنة ونص، لأنه صار في أدوات جديدة وصار في أسرع وصار في كمان تقويم أجدد، مش بس تقويم حديد، صار في تقويم شفاف، صار في تقويم من جوا من أسنان الجوانيات، صار في أكثر من علاج. كثير مهم نعرف. واليوم كثير ماشي الشفاف. شفاف كثير عم بيجي بيقولوا لنا دكتور بدي تقويم شفاف، هو نفس الشيء زي التقويم العادي بس بيجي بفترة أطول من يمكن بخفف على الأشخاص اللي عندهم حرج وقلق. السؤال هيك سريع، اللي من الجسر من الداخل أو من الخارج كل واحد له وظيفة معينة؟
لا نفس الوظيفه. نفس الوظيفه. نفس الوظيفه. معناته بفكر الكل مفروض يحط من الداخل احسن ما يخفف الحرج. بس ولا بس امرات في عالم بتحبش تحط من جوا عشان لما تاكل واللسان هذا السبب بيجرح اللسان. بس انا بفضل اكثر شيء يكون من برا. من برا عشان نجاعه كيف ما بقولوا الاصلي. احنا كنا بالاصل خلينا على الاصل. الاصل. دكتور محمد ابو كياس شكرا لحضورك معنا اليوم، شكرا للمعلومات القيمه اللي وفيتنا فيها، ولنا لقاءات مقبله اكيد بموضوع الاسنان وعلاجات الاسنان. شكرا لك. شكرا لك.